جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت الصلاة وأنا في المنزل والمسجد بعيد عني 2 كيلومتر ونسمع الأذان، هل نؤذن في المنزل؟ أفيدونا بذلك. إذا كنتم تسمعون الأذان المجرد بدون مكبر صوت، إنه يجب عليكم الذهاب إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يجب عليكم الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا فلكم أن تصلوا في البيت، ولو كنتم تسمعون من خلال مكبر الصوت، إن مكبر الصوت يمتد إلى مسافة بعيدة، إنما المقصود سماع الأذان بالأذنين المجردتين بدون مكبر صوت. نعم.